رغم برودة الطقس والأجواء الجوية السائدة، يحافظ الأردنيون على تنفيذ وقفاتهم المنددة بجرائم الاحتلال منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي. للمزيد ينضم إلينا من عمان مراسلنا إسماعيل السيلاوي. إسماعيل، أهلا بك. ضعنا في تفاصيل الوقفة وأيضا الحالة الجوية. دعيني أبدأ ليلى من انتهيت به. الحالة الجوية الآن الضباب يغطي تقريبا منطقة الرابية، الضباب الكثيف، درجات الحرارة تتدنى أو تنخفض إلى ما دون 5 درجات مئوية تقريبا، وستتدنى أكثر من ذلك خلال ساعات الليل القادمة بمشيئة الله وحسب توقعات موقع طقس العرب. الهطولات المطرية كانت شديدة وشديدة جدا خاصة في مناطق غرب عمان منذ ليلة أمس، لكن قبل 10 دقائق ربع ساعة توقفت الهطولات المطرية على أقل تقدير في المكان الذي أقف فيه في الرابية غرب العاصمة عمان. الرابية التي لها من اسمها نصيب من المناطق المرتفعة، ارتفاعها أكثر من 1015 متر عن سطح البحر، وهي من المناطق التي تتأثر أولا في العاصمة عمان، حالها حال مناطق غرب وشمال العاصمة مثل خالدة لاع العلي، جبيها، بنصير وغيرها. على الرغم من كل ما ذكرناه إلا أن العشرات من الشباب جاءوا ملابسهم الشتوية الثقيلة بدون مكبرات صوت وبدون يافطات، علامين فقط مرتفعان الآن يهتفون كبقية الأيام وكأنه يوم عادي. يعني نشاهد في الصورة هذه الفعالية المستمرة والتي وهذا المكان، هذه الساحة، ساحة الكالوت القريبة من أو التي لها رمزيتها الآن للأردنيين المتظاهرين التي لم تخلو منذ يوم 7 أكتوبر، على الرغم من مرور يعني كافة الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة إلا أنها مستمرة. كذلك الأمر اليوم ليلة كان ظهرا، ويعني نقلنا عبر شاشتنا وموقعنا، كانت هناك العديد من الوقفات والمسيرات في العاصمة عمان. في هذا المكان كان هناك وقفة بعد صلاة الظهر وأيضا في وسط البلد، وكنا طبعا في بث مباشر على الرغم من الأمطار الشديدة التي كانت تشهدها العاصمة عمان كبقية المحافظات أيضا. إذن يعني على الرغم من درجات الحرارة التي قد تلامس 0 درجة مئوية مع ساعات المساء، لأن إسناد الغزيين والوقوف بجانبهم بأقل ما يمكن مستمر، هذا شكل من أشكال الحركات. وطبعا الهتافات لأهل غزة، للمقاومة ولجنوب أفريقيا ولكل الجهود التي تقدم في العالم للحفاظ على حق المدنيين والغزيين في الحياة ليلى. شكرا جزيلا لك إسماعيل السيلاوي، كنت معنا من وقفة تضامنية من الرابية في العاصمة عمان. نصرة لفلسطين وتنديدا بعدوان الاحتلال على غزة والضفة، خرج أردنيون من مختلف مناطق المملكة عقب صلاة الجمعة في مسيرات ووقفات طالبت بوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى القطاع وإلغاء كافة الاتفاقيات والمعاهدات مع تل أبيب. رغم الظروف الجوية الصعبة يستمر الأردنيون بالخروج بالمسيرات والوقفات الاحتجاجية المطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة. وفي الجمعة 16 على العدوان وبعد 112 يوما انطلقت المسيرات من العاصمة عمان ومن مختلف محافظات المملكة. ومن المسجد الحسيني في قلب العاصمة عمان انطلقت المسيرة المنددة بالعدوان والمطالبة بوقف إطلاق النار، ورفع المتظاهرون اللافتات التي تؤكد أخوة البلدين وتذكر العالم أجمع بذلك. مستمرين بوقفاتنا التضامنية مع أهلنا في غزة والضفة، ومطالبتنا الدائمة بوقف العدوان الغاشم على أخواننا في غزة وفي فلسطين. اليوم احنا هذه الوقفات هي تضامنا معهم، وايضا هي مساندة للموقف الاردني الذي كان موقف متقدم ومشرف بقيادة جلالة الملك، وهذا الامر ساهم في تغيير الرأي العام الدولي. ولم تختلف المطالب في المسيرات في كل من العقبة والطفيلة والكرك ومعان واربد، فكلها توحدت في المطالب من قطع كافة العلاقات مع الاحتلال ووقف اطلاق النار وضرورة ادخال المساعدات الانسانية والاغاثية وبالسرعة القصوى. لن تموت هذه القضية، ما حدث في المقاومة المشروعة في قطاع غزة هي أحيتنا، أحيت الأمة، أحيت الكون، وستغير خارطة الطريق بإذن الله تعالى في الأيام القادمة، سيكون النصر حليف للمقاومة. هذا عدو مجرم، عدو مستفز،
إذا سقطت المقاومة لا قدر الله ولن تسقط بإذن الله تعالى، يعني نحن الضحية، ولذلك يعني يجب أن نقف بكل ما نملك سواء حكومة، قيادي، شعب، كل مكونات المجتمع، نقف مع المقاومة، لأنه في النهاية هذا مشروعنا. طوال أيام العدوان لم يهدأ حراك الشارع الأردني على الصعيدين الرسمي والشعبي تنديدا بجرائم الاحتلال ودعم للمقاومة في موقف راسخ منذ القدم يجسده وحدة الدم والمصير بين الضفتين. رغم أن القرار لم يأتي تماما كما كنا نتمنى ونشتهي، ولكن لأول مرة في تاريخها إسرائيل تواجه أعلى محفل قضائي عالمي بتهمة الإبادة الجماعية، والمحكمة قالت بأن هناك من الدلائل والشواهد ما يملي على المحكمة التحقيق والنظر في الاتهامات التي قدمتها مشفوعة بالأدلة والبراهين دولة جنوب أفريقيا بهذا المعنى. بهذا المعنى أعتقد أن القرار تاريخي. أيضاً في الإجراءات العاجلة التي طالبت المحكمة إسرائيل بالالتزام بها وتتعلق يعني ببذل كل ما يمكن وما في وسعها من أجل منع جرائم الإبادة وعدم الاستهداف للمدنيين والمؤسسات المدنية من صحية وتربوية وتعليمية ووقف القتل ووقف كل هذه العمليات، أعتقد أن هذا القرار ممكن أن يكون له ما بعده. لكن في الحقيقة يعني خاب أملنا، كنا نتمنى أن يصل الأمر إلى حد مطالبة إسرائيل بوقف هذه الحرب المجنونة على قطاع غزة، لكن هذا لم يحدث للأسف، وهذه نقطة ربما يعني خلقت نوعا من الارتياح النسبي، رغم أن مشاعر الغضب تهيمن على الجانب الإسرائيلي إلا أنه غضب مشوب ببعض مشاعر الارتياح النسبي. كنا نأمل في الإجراءات العاجلة أيضا أن تطالب المحكمة بعودة السكان إلى أماكن سكناهم الأصلية في قطاع غزة، بالذات الذين هجروا من شمال القطاع إلى جنوبه. هذه نقطة كنا نأمل أن تكون من ضمن الإجراءات العاجلة، سيما وأن إسرائيل تمنعهم وتقتلهم على الطريق، ونحن نعرف بؤس الحالة الجوية وانعكاساتها المريرة على اللاجئين والمهجرين. كنا نأمل أيضا أن المحكمة أن توافق على يعني أو أن تدعو إسرائيل وتلزمها بقرار أو بطلب ملزم بوقف عمليات تجريف الأراضي وتهديم المساكن في المنطقة التي تخطط تل أبيب لجعلها حزاما أمنيا في محيط قطاع غزة. هذا لم يحصل، القرار لم يأتي تماما كما يشتهي ويريد الفلسطينيون خصوصا في قطاع غزة، ولكنه وضع إسرائيل لأول مرة على سكة الإدانة. لم نصل للإدانة بعد، ولكن إسرائيل على سكة الإدانة، وأعتقد أن فرص إدانة إسرائيل بمقارفة جريمة الإبادة الجماعية فرصة كبيرة، سيما إن تداعت دول صديقة وشقيقة لدعم القضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا. على المدى الفوري المباشر ست ليلى، نعم، يعني قرأت قبل قليل بأن الرئيس الجزائري أوعز لمندوب الجزائر في مجلس الأمن وهو عضو غير دائم لهذه الدورة بأن يدعو مجلس الأمن للانعقاد لترجمة مطالبات المحكمة، محكمة العدل الدولية لإسرائيل، بقرار يصدر عن مجلس الأمن. لا ندري إن كانت واشنطن ستشهر الفيتو مجددا، ولكن هذه المرة في وجه أعلى سلطة قضائية في العالم، أم أنها ستضطر في الحقيقة للالتزام على الأقل بالمطالب التي قررتها محكمة العدل الدولية. قطعنا أكثر من 70% في الطريق لإدانة إسرائيل، و30% القادمة أو الباقية من هذا الطريق أعتقد أنها حساسة ومهمة وخطيرة واستثنائية وتستلزم استنفار كل الطاقات وكل الجهود. نعم سيد رنتاوي، بعد أو عقب قرار المحكمة مباشرة خرج نتنياهو وصرح وأكد أن هذه الحرب مستمرة على قطاع غزة، هل تتوقع أن يكون لقرارات محكمة العدل الدولية أي تأثير على مجريات الحرب على الأرض في قطاع غزة؟ حالة هستيريا تجتاح إسرائيل، يعني إن قرأت ردود الأفعال التي اجتاحت السلطة والمعارضة، الحكومة والمعارضة، المعارضة المعتدلة بين مزدوجين، يائير لبيد على سبيل المثال،
حاولوا أن يقدموا دروسا أخلاقية لأرفع قضاة في العالم بهذا المعنى، دولة التطهير العرقي والإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة تريد أن تعلم أرفع قضاة في العالم دروسا في الأخلاق ودروسا في احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. لم نكن حتى لو صدر عن المحكمة قرارا بوقف إطلاق النار فورا لم نكن نتوقع استجابة إسرائيلية، ولكن نحن في معركة الرواية، في معركة الصورة، في معركة السردية. الفلسطينيون اليوم سجلوا نقطة مهمة يعني لكسب هذه المعركة. إسرائيل أكثر عزلة من أي وقت مضى بهذا المعنى، ولذلك أعتقد أن لا ينبغي حتى لو لم تستجب إسرائيل فورا لمطالب وقرارات المحكمة، حتى لو لم تستجب إليها فورا، أعتقد أن إسرائيل تخسر بالنقاط وتخسر يعني خسارة كبيرة بالنقاط. والمعركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعركة لن تحسم بالقاضية الفنية كما يقال بلغة الملاكمة، ولكنها معركة تحسم بالنقاط. وأعتقد أن الفلسطينيين سجلوا نقطة مهمة جدا وتاريخية وغير مسبوقة في الملعب الإسرائيلي. نعم سيد عريب، في حال لم تمتثل تل أبيب لقرارات محكمة العدل الدولية، هل من عقوبات ستفرض على كيان الاحتلال جراء عدم الالتزام؟ يعني إسرائيل تراهن في الحقيقة، تمارس دور البلطجي وأزعر الحي بكل معنى الكلمة، وتراهن على الحماية والتدليل والرعاية الأمريكية التامة. يعني نحن قبل أن يصدر القرار بساعات وردتنا أنباء الصفقات الفلكية العسكرية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع إسرائيل، عشرات الطائرات F-15 و F-35 وأسلحة متطورة وغير ذلك. طالما ظلت الرعاية الأمريكية، طالما ظلت الشراكة الأمريكية في جرائم الحرب التي تقترف بحق الشعب الفلسطيني، لا أعتقد أن إسرائيل سوف تأبه بهذا المعنى. ولكن هذا القرار لا يفضي إلى عزلة إسرائيل فقط وإلى الإطاحة بالسمعة التي حاولت بنائها كذبا وزورا طوال سنوات وعقود، وإنما هذه القرارات اليوم تنهض كشاهد على بؤس الموقف الأمريكي، عزلة الموقف الأمريكي، على سقوط المنظومة القيمية والأخلاقية للموقف الأمريكي، على حالة العري التي تعيشها الولايات المتحدة الآن في مواجهة المجتمع الدولي. فإما أن تنصاع في الحقيقة لأعلى سلطة قضائية في العالم وتضغط على إسرائيل لوقف هذه المذابح، وإما ستتعرض في الحقيقة إلى أبشع التداعيات والاحتمالات، سيما وأنها في معركة مفتوحة حول النظام العالمي، هويته وطبيعته، مع عملاقين كبيرين روسيا والصين. والولايات المتحدة فقدت وتفقد كل يوم، وهي تفقد الآن أكثر من أي وقت مضى، الكثير من عناصر القوة الناعمة التي كانت تتوفر عليها في هذه الحرب. والآن لم تعد كل بروباغندا حول منظومة الأخلاقية والقيمية وحقوق الإنسان لتفلح في تسجيل نقاط لصالح الولايات المتحدة في معركتها الكونية ضد الأقطاب الأخرى. هم يدفعون ثمنا بهذا المعنى، ولكن كما قلنا يعني القانون في نهاية المطاف يخضع له الضعفاء. والفلسطينيون في ظني الآن سجلوا نقطة لصالحهم، وهم ليسوا ضعفاء بالمناسبة، والميدان الفلسطيني ما زال صلبا، وغزة ما زالت واقفة على أقدامها، وإسرائيل الآن يعني بدأت رحلة الهبوط التدريجي عن الشجرة بفعل هذا الصمود وبفعل هذه الكبرياء وبفعل هذه المقاومة. وأعتقد أن يعني الأيام سجال كما يقول، اليوم سجل الفلسطينيون نقطة، وإن شاء الله في قادمات الأيام سيسجلون المزيد من النقاط في الملعب الإسرائيلي. نعم سيد رنتاوي، دولة كأمريكا الآن تعزز دعمها العسكري واللوجستي والمادي لكيان الاحتلال عقب قرار محكمة العدل الدولية، هل من الممكن أن نفسر هذا الدعم على أنه ربما لعب في الوقت الضائع؟ هل أمريكا تريد أن تدعم كيان الاحتلال قدر ما تستطيع خلال هذا الشهر الذي من بعده سيكون هنالك قرارات أيضا أخرى لمحكمة العدل الدولية ضد كيان الاحتلال، وأمريكا كداعم رئيسي لها ولاعب أساسي في هذه الحرب؟
سيدتي، الولايات المتحدة لا تكتفي فقط بتقديم السلاح النوعي والمتطور وبكميات كبيرة وبشروط وبلا شروط، في الحقيقة ليست شروط يسيرة، بلا شروط بهذا المعنى وبالمجان يعني بشكل أو بآخر. الولايات المتحدة تقاتل الآن في المنطقة دفاعا عن إسرائيل. انظري إلى هذا التحالف العسكري في البحر الأحمر ولهذه الضربات الأمريكية البريطانية لجماعة أنصار الله الحوثيين. يعني هذا قتال دفاعا عن إيلات، هذا قتال دفاعا عن إسرائيل، هذا قتال ضد كل من يشهر يعني سيف التحدي في وجه هذه الدولة المارقة المتغطرسة. انظري إلى المعارك الأمريكية في العراق أيضا. وأعتقد أن الولايات المتحدة تقامر بمصالحها في المنطقة حفاظا على مصالح إسرائيل. أما حكاية الوقت الضائع فلا أعتقد الولايات المتحدة ستبقى تمد إسرائيل بكل ما لديها من أسلحة متطورة قبل قرار المحكمة وبعده وفي الشهر الحالي وما بعد الشهر الحالي. فبالنسبة لها هذا مشروع استراتيجي استثمرت فيه طوال عقود وسنوات طويلة، هو مشروع غربي أوروبي استعماري مضى على تأسيسها أكثر إطلاقه أكثر من 100 عام، وقد استثمروا فيه كثيرا، وبدأ أنه هشا في 7 أكتوبر، بدأ أنه لا يستحق كل ما بذل في سبيل تدعيمه وضمان تفوقه، وبدأ أن كل الرهانات عليه تنهار بهذا المعنى. لذلك هم يعطون فترة سماح لإسرائيل لتعيث قتلا وتدميرا في غزة على أمل استرداد صورة ردعية تعيد إسرائيل إلى دائرة الرهانات التي بنتها الولايات المتحدة على دورها في هذا الإقليم كزعيمة لهذا الإقليم في مواجهة القوى التي تناصب واشنطن والغرب العداء في المنطقة. لذلك هذا قد تختلف الحكومة والإدارة، الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية، وقد اختلفتا من قبل وهما مختلفتان الآن، ولكن علينا ألا نخطئ في القراءة. العلاقة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة بصرف النظر عن تعاقب الحكومات والإدارات هنا وهناك، هذه علاقة من ثوابت الاستراتيجية الأمريكية، وعلينا أن نعيش معها ربما لسنوات عديدة أو ربما لجيل أو أكثر يعني في قادمات الأيام، إلى أن يصل للغرب الرسالة التي يجب أن تصله، وأن إسرائيل تتحول إلى عبء عليه وليس ذخرا له. نعم أستاذ عريب، دعنا نتحدث قليلا عن قرار واشنطن بتعليق دعم الأونروا للاشتباه بضلوع موظفين فيها بهجوم 7 أكتوبر. إلى ماذا ترمي الولايات المتحدة بهكذا قرار؟ وهل ستعتقد أن هذا القرار من الممكن أن يزيد من أزمة الفلسطينيين يعني بجميع المناطق ليس فقط في قطاع غزة؟ يعني بدءا بقطاع غزة، يعني حيث الاحتياج ماس لكل خدمة من خدمات الأونروا سواء في المجال الصحي أو في المجال التعليمي، حيث يصبح ذلك ممكنا. الآن لا تعليم في قطاع غزة، و5000 طالب فلسطيني في مدارس قطاع غزة لن يتمكنوا من العودة للأسف إلى مدارسهم بعد أن يعني استشهدوا بالسلاح الأمريكي وباليد الإسرائيلية. هذا قرار منافق، هذا قرار جائر، هذا قرار يستهدف الشعب الفلسطيني. ربما يكون هناك من موظفي الأمم المتحدة المحليين من له علاقة بهذه المنظمات، والأونروا أخذت مواقف وفصلت موظفين، وهناك يمكن إجراء تحقيقات. لكن أن تبادر الدولة الأعظم، الدولة وأكبر مانح للأونروا إلى وقف المساعدات وتعليقها عن هذا المنظم، عن هذه المنظمة الدولية، وبما يمس حياة ملايين الفلسطينيين في معاشهم وتعليمهم وصحتهم وأكلهم وشربهم، هذا قرار جائر، هذا قرار لا يمكن أن يكون مقبولا. هذا القرار ينتمي إلى مدرسة ترامب والمحافظين الجدد في الولايات المتحدة، ولا ينتمي إلى المدرسة التي تدعي زيفا أنها صديقة للفلسطينيين وأنها ملتزمة بمنظومة حقوق الإنسان وأنها ترغب بالعمل مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية. أليست هذه هي وعود بايدن في حملته الانتخابية؟ سقطت عند أول امتحان. هذا يمكن أن يحدث، يعني أنت تتحدث عن عشرات إن لم يكن مئات الموظفين المحليين، وربما يكون بعضهم قريب من حماس، قريب من الجهاد، قريب من أي فصيل فلسطيني. المسألة تحل على هذا الأساس وبهذا الحجم وبهذه الطريقة،
ولا يجوز معاقبة ملايين الفلسطينيين بجريرة خرق هنا أو خرق هناك. يعني هي ذريعة واهية. نعم. نعم. أستاذ عريب، لو تحدثنا ميدانياً، كيان الاحتلال ما زال يتكبد كل يوم خسائر مادية وخسائر على المستوى البشري، ولكن تل أبيب تصر على الاستمرار في هذه الحرب. برأي حضرتك، هذا الاستمرار في الحرب إلى أي مدى من الممكن أن يؤثر على الداخل في كيان الاحتلال، الضغط على حكومة نتنياهو لوقف هذه الحرب، وأيضا الحراك الذي ينفذه أهالي المحتجزين في القطاع؟ سيدتي، خيارات نتنياهو والفريق المحيط به ضيقة ومحدودة للغاية. إن هو استجاب لشروط المقاومة وذهب إلى صفقة تبادل بشروطها، كان ذلك بمثابة إعلان هزيمة، إقرار بالهزيمة، وهذا أمر بالنسبة ليس لهذه الحكومة ولإسرائيل ولبعض الدول الغربية كذلك. هذا خيار كارثي بكل ما تعنيه الكلمة، أن تهزم الدولة الأقوى في المنطقة والجيش واحد أقوى الجيوش في العالم، ربيبة الغرب الاستعماري كله أمام فصيل فلسطيني. هذا أمر يعني سيء للغاية، خيار سيء للغاية، يحاولون قدر الإمكان تفاديه. لكن الخيار الثاني أيضا يزداد صعوبة يوما بعد يوم، خصوصا مع فشل إسرائيل في تحقيق أهداف هذه الحرب المعلنة، كسر ظهر المقاومة وبالذات كتائب القسام، والإفراج بالقوة الغاشمة عن المحتجزين والرهائن. هذا أيضا يعني يثقل كاهل هذه الحكومة والمستوى السياسي والأمني على حد سواء في إسرائيل، سيما وأن إطالة أمد الحرب ليس نزهة قصيرة على الجيش الإسرائيلي. رأيت ما حدث في اليوم الثامن بعد 100، 7 أكتوبر صغير حدث، 7 أكتوبر مصغر من تداعيات الزلزال الكبير، 24 ضابط وعسكري في ضربة واحدة. ترين بعد ذلك عمليات الاستهداف، إسرائيل تعترف بجزء من خسائرها، وهي خسائر حتى هذا الجزء المعترف به ليست سهلة، وليست لدى إسرائيل ربما القابلية للاستمرار بدفع هذا الثمن الباهظ والمؤلم. انظر إلى التداعيات على الداخل الإسرائيلي، تنامي قوة يعني معسكر العائلات التي تطالب بوقف الحرب. اليوم استطلاع معاريف بيقول 57% من الإسرائيليين يؤيدون حراك العائلات. شعبية الحرب في انخفاض، بدأت ب 75% و71%، والآن أعتقد أن الأرقام ربما تكون أقل من 50% بهذا المعنى. الانقسام الداخلي في إسرائيل، سواء داخل الحكومة، داخل الليكود، بين جالانت ورئيسه نتنياهو، بين الحكومة والمعارضة، بين المستوى السياسي والمستوى العسكري. انظري إلى العلاقة المتوترة وإلى الحرب التي يشنها نتنياهو على رئيس الأركان، إلى درجة أنه خضع للتفتيش قبل الدخول إلى قاعة اجتماعات مع نتنياهو ووزراء مجلس الحرب. إذن إسرائيل ليست في حالة جيدة، صورتها في العالم تنهار، الرأي العام العالمي ينقلب عليها، حلفائها يواجهون عنة ومشقة بالاستمرار في دعمهم الأعمى وشراكتهم غير المشروطة لهذا الكيان. إذن الوقت لا صعب على الفلسطينيين، والوقت الفلسطيني كما قلنا عبر شاشتكم ذات يوم، الوقت الفلسطيني من دم، ولكن الوقت أيضا الإسرائيلي ليس وقتا يعني يمر يسيرا على الإسرائيليين كذلك، هم يعانون أيضا. وأعتقد أن لعبة عض الأصابع تبلغ الآن ذروتها، ودعينا ننتظر اجتماعات النرويج على ما أظن في النرويج بين قادة أجهزة المخابرات الأمريكية والمصرية والإسرائيلية ورئيس الوزراء القطري. أعتقد أن إسرائيل بدأت تنزل عن الشجرة تحت هذا الضغط، ولكنها بحاجة لسلم للنزول عن هذه الشجرة، تسعى الولايات المتحدة لتأمينه حتى لا تقع من فوق الشجرة بهبوط يعني حر كما يقال، يفضي إلى كسر ظهرها بدل كسر ظهر المقاومة. نتمنى ذلك. نشكرك جزيل الشكر. السيد عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا عبر سكايب. دعا بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن
كيريوس ثيوفيلوس الثالث إلى وقف الحرب على قطاع غزة ووقف فوري للصراع الدموي وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية. وجاءت دعوة بطريرك المدينة المقدسة في كلمة ألقاها خلال صلاة عيد الغطاس وحلول موسم الحج المسيحي السنوي للكنيسة الرومية الأرثوذكسية في موقع معمودية السيد المسيح في منطقة المختص في قداس احتفالي ترأسه بطريرك المدينة المقدسة بمشاركة مطران الأردن للرومي الأرثوذكس. هذا وحضر إلى منطقة المختص عدد من الشخصيات والوفود الدينية من جميع أنحاء العالم. اليوم هو الحج السنوي للمختص للكنيسة الأرثوذكسية اللي هو بنعتبره هو يوم سنوي واحتفالي خاصة بالأراضي المقدسة اللي هي بالنسبة لنا هون إحنا نهر الأردن اللي هو جزء من فلسطين الحبيبة. بالرغم من كل الظروف الجوية اللي كانت حبينا إحنا إنه ننزل ونشارك الكنيسة بهاي الفرحة اللي بناخذ منها زوادة روحية حتى نكفي فيها باقي السنة. يوم مبارك مقدس للجميع، يا رب يكون بركة على الكل، ومع أنه مزعجين لأهل غزة يا رب يفك أسرهم ويفك الحرب اللي قايمين فيها، ينصرهم على أعدائهم باسم يسوع المسيح بنهار المبارك. كالعادة الجو والظروف هاي الفترة قاسية وعلى جميع أهلنا بفلسطين، فإحنا بنذكرهم بصلاتنا هنا ونتمنى يعم الأمن والسلام علينا وعلى جميع إخواننا بفلسطين، وبغض النظر من الأجواء والظروف إلى أنه المختص مليان وكل عام وجميع المسيحيين بألف خير. أعادت المرحومة سهى لقصوص الأمل في الحياة لخمسة مرضى مصابين بالفشل العضوي بعدما أوصت قبل وفاتها بالتبرع بأعضائها في الوقت الذي تجددت فيه الدعوة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التسجيل للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة وترسيخها كثقافة سائدة. لكل إنسان في هذه الحياة حتمية قدرية بالموت، جعل منها كثيرون مصدراً للحياة من خلال التبرع بأعضائهم في حال الوفاة الدماغية. بحديث منقوع بالإنسانية يبلغنا فارس بأن ثمة حياة في الموت، إذ ليس هذا قولاً في فراغ التمنيات، وهو ابن سيدة أردنية تبرعت بأعضائها راهنة موتها كما لو أنها عاشت في أرواح خمسة مرضى استفادوا من أعضائها. وافقنا على التبرع بناء على وصية الوالدة، وقرار صعب مش قرار سهل، قرار صعب أنك أنت تأخذه، ممكن تمر بصراع داخلي، بس بالآخر أنت بتشوف روح الإنسان اللي بتحبه بأشخاص آخرين، بناس نوهبوا الحياة وصار من بعدها حياة. هنا يلتمع الأمل في عيني إسراء بعدما لملمت بقايا آهاتها وتخلصت من ذكريات معاناة زوجها من غسيل الكلى، وهو أحد المرضى المستفيدين من تبرع المتوفاة سهى لقصوص بإحدى كليتيها لتبعث من فراش الموت حياة ثانية. احنا تلقينا الخبر كان وقت العصر، رنوا علينا حكونا خلال ساعة لازم تكونوا بالمستشفى عشان في شوية فحوصات انه في مريضة متوفاة دماغيا اهلها متبرعين باعضائها، فيعني باشرنا ورحنا دغري على المستشفى وبلشنا بالاجراءات وعمل العملية بالليل، كانت مستعجلة جدا، فالحمد لله يعني مثل الحلم زي ما بيحكوا الواحد، بس الحمد لله رب العالمين يعني الأمور مشيت وإن شاء الله الله يكملها على خير وتشتغل أمور وتصير الكلية مضبوطة يا رب، الله كريم. أكثر من 4700 مريض فشل كلوي يترصدون الأمل على قائمة السجل الوطني للاستفادة من التبرع بالأعضاء، فيما تتنامى الدعوة إلى ضرورة ترسيخ عمليات التبرع بالأعضاء وترسيخها كثقافة إلى جانب تطوير القدرات الطبية في زراعة الرئة والبنكرياس. ثقافة التبرع بالأعضاء ما بعد الوفاة الدماغية. هلأ الأردن عندنا بحاجة لأعضاء، سواء كان من الفشل الكلوي، فشل الكبد، فشل القلب، الرئتين، البنكرياس، فالأردن بحاجة عندنا لأعضاء. إحنا بتم في عمليات الأعضاء من الوفاة من الأحياء
يعني نسبته قليلة جدا، يعني لا تتجاوز 1-2%. مرضى الفشل العضوي بشكل عام بكلفوا ميزانية الدولة، يعني تكلفة لا بأس بها يعني من بالملايين. وبينما يظل الخطر أمام مرضى الفشل العضوي ماثلا، يستبقي 346 شخصا الأمل للعشرات بعدما سجلوا للتبرع بأعطائهم بعد الوفاة. يوسف أبو رمان، رؤيا